ان شاء طيب الله. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ خالد من الجيزه، السلام خالد عليكم. قلت لك اللي مشيت مش هترجع تاني. لا بقى، عوضها على الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ خالد. ايوه يا فندم، اتفضل اهلا يا استاذ بيك. خالد، الدكتور معاك. ماشي. اهلا السلام عليكم يا دكتور. سلامة الله وبركاته. يا دكتور لو سمحت يا دكتور، انا كنت باخد حبوب والدكتور حولني الانسولين، عايز اعرف مضاعفات الانسولين في السكر. لا استنى بس الاول، مضاعفات الانسولين بيسببها للسكر لا مفيش او حاجه لمريض السكر. ده مش هدف البرنامج، هدف البرنامج انت شكوى ايه، اشوفك مشيت على العلاج صح ولا لا، اغيره لك لو كان هو مش صح، لكن اديك محاضره يبقى تتابعنا على الفيسبوك حضرتك، واخبار حضرتك. عموما انت ايوه بتاخد انسولين دلوقتي قد ايه؟ باخد انسولين 40 و20. طيب وزنك كم كيلو؟ 90 كيلو. وطولك؟ وطولي 170. 170 ووزنك 90. 90 يعني 90 زاد كيلو. 20 كيلو تخنان الانسولين هتخنك اكتر. اول عيب للانسولين ان بعد 3 4 شهور هيبقى وزنك 110 من 100 ل 110 خلال 6 شهور، هتحط كتير قوي. سكرك الصايم كام قبل ما تاخد الانسولين؟ قبل ما اخد الانسولين، قبل ما اخد الانسولين الصايم كان بيوصل 150، والفطر كان 250 300. ما احنا نجرب. وكنت بتاخد عليك حبوب اسمها ايه؟ دايماكرون. دايماكرون. طب احنا اقفل وانا هقول لك الانسولين تعمل فيه ايه دلوقتي وتحط دواء. شكرا شكرا يا استاذ خالد. هو دايما احنا نبدا الانسولين، لو انت خدت بالك في بدايه الحلقه تمام، الراجل اتصل وزنه ناقص، سكر عالي ووزن ناقص، ادي انسولين عشان يزود الوزن. سكر عالي ومتختخ ادي له انسولين يبوظ هيتخن اكتر. هو كان عايز محاضره نظريه، انا مالي انا ببص عليه هو، انا مش أكيد. محاضر دلوقتي اكيد محاضر ده في كليه الطب، دي اللي احنا كنا بنقولها في الحلقه اللي فاتت بتاع الفيسبوك. ما احنا قلنا ايه يا بيه؟ انسولين كتير يساوي وزن تخين، انسولين قليل يساوي وزن قليل. فهو الانسولين هنا اما يكون انا عايز اتخن العيان ادي له انسولين. طب انا اتخنك في ما انت 90 ما شاء الله وزن وطولك 170 يعني في 15 20 كيلو زياده تمام، هيعمل الانسولين كل شهر هيحط 2 كيلو، ممكن كيلو او 2 كيلو كل شهر. وبعدين يبدا الجرعات يزودها هو. فانت يا حبيبي بما ان الدكتور اداك الانسولين مش هقدر اوقفه مره واحده، انت هتاخد الجرعه دي 15 وحده او 20 وحده قبل الغداء، وهتضيف على العلاج اللي انت بتاخده ده ان شاء الله حاجه اسمها جانوميت، لا الافضل منه فيلداجلوز بلس. فيلداجلوز بلس حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغداء، ده بيخسسك وده كويس. وهناخد كمان دواء الدايماكرو القديم ارجع له تاني، يعني الدايماكرو ترجع له تاني، هتاخد فيلداجلوز بلس حبايه قبل الفطار وحبايه قبل الغداء، وهتاخد الانسولين 20 وحده قبل الغداء بس تمام، وتتصل بعد 6 اسابيع عشان نوقف لك الانسولين اللي اتحط ده. طيب نلحق الاتصالين اللي بعديهم. الاستاذه زينه، سلام عليكم. السلام عليكم. ايوه معاك. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا أستاذة زينة. أيوه يا فندم، أنا زينة كامل. أهلاً وسهلاً. أنا عندي السكر. أهلاً بيكي. وماخد برشام. نعم. بس البرشام يا دكتور اللي بجيبه ده هو ب 27 جنيه. اسمه جلفان. هي مش كده، هي بتتصل بينا ولا حد تاني غيرها؟ وما جيت. هو انت حضرتك اتصلت بينا دلوقتي؟ ايوه انا اللي اتصلت. الحاجه زينه. طب انا خلصت. انا اديت العلاج حضرتك، العلقه دي بتتذاع تاني الساعه 1 الصبح اعاده، وحضرتك ممكن تشوفيها على اليوتيوب بعد 4 ساعات من دلوقتي وتسمع الاجابه عشان ما تاخديش وقت غير حضرتك، لان اتصالاتك كتير بتوقع الشبكه. الف سلامة عليك. تمام شكرا حاجة زينة. يعني اتصل مرة واحدة يا جماعة ما يعرفش ياخد علاجه يعيد الحلقة صح. ويصور الحتة بتاعته تمام، يعيدها من على اليوتيوب او يعيدها من على التلفزيون، بتيجي الساعة 1 تاني بالليل تمام. ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور، انا كلمت عليك من شوية على حالة الباتري اللي قلت لك عليها، انا ممكن اغير المكستار طيب؟ ينفع تغير مكسستارد معنا عشان يبقى رخيص، بس انت هتفضل تزود الجرعات لحد ما السكر يتظبط معاك. انا شايف ان والدتك دي هي عامله الباتر بقى لها قد ايه؟ من حوالي 10 ايام. لا تروح تقعد في المستشفى تاني لحد ما السكر يتظبط يا ابني، احسن ممكن الجرح يفتح تاني او يحصل فيه صديد تبقى مشكله. لازم تروح تقعد في المستشفى
الف سلامه، انا هجاوبه من على التليفون. شكرا استاذ احمد، شكرا. هي مشكله دلوقتي البتر ما بيكونش حل نهائي، ده هو حضرتك بيبقى فيه نقص الدم، الشرايين اتقفلت نتيجه تمام. السكر، فالدم اللي رايح للانسجه بيبقى قليل جدا، فيحصل انهيار للانسجه وتاكل، ويحصل فيها التهاب، وبعدين يحصل غرغرينه. غرغرينه يعني ايه؟ يعني موت النسيج. يعني الغرغرينه معناها ان النسيج ده مات، يبقى اسود وريحته عفنه والكلام ده كله. فاحنا بنحاول نشيل يعني اقل جزء من القدم ونسيب الركبه، ما تحت الركبه عشان نركب الرجل يعرف يمشي بيها. صح. هنا الرجل دي غاليه، لازم يروح مستشفى يقعد له 15 ل 20 يوم شهر، السكر يكون الصايم 100 او 110 واللي بعد الاكل بساعتين 130 140، لكن 500 ده الرجل هتدوي التاني. يعني بتر العضوة دكتور مش نهايه المطاف. لا، ممكن لا قدر الله يبقى في بتر تاني بعدها اعلى. الله، فاحنا نحاول دلوقتي يروح مستشفى يظبطوا السكر. اللي انا بقوله له ده يتهيأ له ان انا ما عالجتوش، ده انا عالجته 100 100. اكيد هي كلمه، العلاج بتبقى كلمه. خد بال حضرتك، زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمه تودي النار وكلمه تودي الجنه. طيب